فأنا أتذكر في مرة من المرات ألقيت محاضرة في بيروت يمكن من 30 سنة، وكان حاضرها أحد كبار علماء لبنان ممن يعني أخذوا الدكتوراه من ألمانيا، وكان وهو رجل يعني صالح ربنا يديله الصحة. فلما سمع المحاضرة فقال لي كلمة عجيبة، قال لي لقد أشرفت على علم الأصول. فقلت له يعني إيه أشرفت على علم الأصول؟ قال لي يعني جلست في الشرفة ترى علم الأصول أمامك كده، لأن أنا أول مرة، وكان ساعتها عنده مثلا 60 سنة ولا حاجة، يعني ربنا يديله الصحة، دلوقتي دخل في 90. قال لي أنا أول مرة وأنا يعني دكتور من 30 سنة أول مرة أفهم أصول الفقه. لما أنت أنا عارف مباحث كده، لكن أنت جبت لي المفتاح بتاعها لما قلت لي إنه ده علم بيبحث إيه هي الحجية، إيه هو التوثيق، إزاي توثق، إيه هي الفهم، كيف تفهم، إزاي تتعامل مع القطعية والظنية، إزاي تتعامل مع قضية الإلحاق، إزاي تتعامل مع التعارض والترجيح، إزاي تفهم تاخد منين وما تاخدش منين. وأنا الحقيقة وأنا كنت حينئذ يعني متخوف إنه إن الكلام الجديد ده، لأن الكلام اللي أنا بقوله لك ده مش موجود على الساحة، فابتديت أكتبه وأتعمق فيه وأنشره في وسط الطلاب، فوجدت شيء غريب جدا من القبول ومن الفهم العميق. ثم بعد ذلك ينطلق دراسة هذا العلم الصعب المتشعب علشان المنتج النهائي اللي أنا بقول لك عليه اللي هو المخاطب ده يبقى واعي، وعلشان يهيئ لما هو أهم من اللي أنا بقوله ده اللي هو إدراك الواقع، ويهيئ لما هو أهم من إدراك الواقع وهو كيفية تطبيق المطلق على النسبي. إزاي بقى تطبق الحاجات دي على النسبي؟ كل هذه الأشياء منطلقها النظريات السبعة دي أو الأقسام السبعة أو العناصر السبعة أو تسميها كما تسميها. ده نموذج ممكن يتعمل في النحو، ممكن يتعمل في الفقه، ممكن يتعمل في علم الحديث، ممكن كيف فكر هؤلاء الناس. هو ده اللي أنا أقصده بالمناهج اللي بنبحث عنها، علشان ممكن نقول طيب هم فكروا في سبعة، ممكن أضيف أنا من عندي تأمن. ابتدينا بقى ما يسمى بالتجديد، بتوليد العلوم، بضبطها، وهكذا. الكلام ده أنا كاتبه في الأهرام من أكثر من 20 سنة تحت عنوان توليد العلوم. فعايز أقول لحضرتك إنه في حراك وفي موجود أمل، وإن هذا الأمل في النهاية هيؤدي بعد المشي الرتيب في كل هذه الاتجاهات إلى عملية تجديد تلفت نظر العالمين، إلى عملية تجديد تخلي الأزهر كما كان وهو باقي على ما كان رائد لهذه لهذا العالم، وتحسن صورتنا أمام الناس. الرجل واخد الدكتوراه من ألمانيا ده بتاع منهجية وعارف معرفية ودارسها، انبهر ليه؟ لأنه ده جزء من هذا الترتيب. فقس بقى على ذلك في دقائق قد لا أشغل بال السامع والمستمع.